السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة ثانوي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة فيديو واجب كلمات يونت 2، انا مظبطكم. خلصنا يونت 1 على 3 فيديوهات زي الفل، خلصنا الجزء الاول في يونت 2 والجزء الثاني دلوقتي بتاعنا الجزء الخاص بالكلمات. طبعا خلاص بقى بدون مقدمات كتير، احنا ان شاء الله هنحل سؤال سؤال، هنشرح الافكار او الاسئله اللي فيها افكار. في اسئله بتكون واضحه وصريحه جدا بشكل دايركت او بشكل مباشر، مش محتاجين نضيع فيها وقت. انت باختصار شديد بتخلص واجبك، تيجي تتفرج على الفيديو بعد ما تكون خلصت الواجب. ليه؟ عشان اشوف انا عملت ايه، عملت صح ولا عملت غلط، لكن مش باجي اتفرج على الفيديو عشان الواجب. لو انت بتنقل الواجب يبقى انت حرام عليك الفلوس اللي بتاخدها من اهلك، وحرام عليك انك اصلا بتضيع وقتك حتى في الفيديو دلوقتي. لا، انت بالنسبه لي لو انت عملت الواجب خلصت دنيتك زي الفل، ابدا بقى شوف الفيديو بتاع الواجب وشوف الدنيا بتاعتك ماشيه رايحه ازاي. تعالى كده نبدا مع بعض ونصلي على النبي. هندور على القلم بتاعنا. في قلم؟ في قلم. في قلم هيك. طيب نبص بقى معايا يا شباب، للناس اللي مش عارفة، احنا في صفحة رقم 56. صفحة 56 فيها الواجب بتاعنا. اول سؤال، نبدأ كده ونصلي على النبي تاني ونشوف اول سؤال. The great الاهلي، الاهلي العظيم طبعا، faced واجه مشاكل كتيرة السنة دي، but they were able، لكن برغم من كده هم كانوا قادرين. تعال نقلل شوية السيكنس بتاع القلم عشان كبير قوي، ممكن نخلي كده. طيب كان قادر ان هو يكسب الشامبيون شيب، البطولات في مصر وفي افريقيا تحديدا، سبيشالي ذا ايجيبشن نقط. مين يا شباب يقول لي كده؟ الاهلي كسب بطوله صح؟ كلمه بطوله اخذناها بمعنى تورنمنت. طب ليه يا مستر مش كلمه شامبيون؟ لا، شامبيون البطل نفسه. نقول الاهلي از شامبيون، الاهلي بطل، لكن لو عايز اقول الاهلي كسب بطوله، بطوله يعني كلمه تورنمنت، مهمه جدا جدا جدا. طيب لو الناس فاكره كنا بنقول في القصه بتاعتنا ان المنحه الدراسيه او السكولرشيب كانت طالبه من ضمن المتطلبات بتاعتها ان الطالب اللي هيقدم عليها يكون كسب على الاقل تورنمنت. يعني ايه تورنمنت؟ بطوله. طيب السؤال الثاني، how many not of children books can you name؟ children books يعني الكتب بتاعت الاطفال. تقدر تسمي ايه بتوع كتب الاطفال؟ اللي بيكتب الكتاب هو الكاتب. انا قلت لك في كلمه اسمها رايتر يعني كاتب. انت طالب في ثالثه ثانوي، استحاله يجيب لك كلمه رايتر، هو هيجيب لك الكلمه الاقوى منها اللي اسمها ايه يا مستر؟ اوثر. اوثر يعني مؤلف او كاتب. بس انا قلت لك لو انت برضو فاكر عشان تحفظ كلمه اوثر اكتب جنبها كلمه رايتر، عشان انت لو نسيت ان كلمه اوثر معناها مؤلف استحاله تنسى ان كلمه رايتر معناها مؤلف، لان رايت يعني اكتب، رايتر يعني كاتب. فبالنسبه لي الاثنين بمعنى واحد، الاثنين معناه مؤلف، يبقى هاو ميني اوثرز كان يو نيم. هي نقط ات ذا يونيفرستي اوف اوهايو، هو كان بيعمل حاجه في الجامعه بتاعت اوهايو. مين يا شباب يقول لي؟ المدرس اللي هو التيتشر، بيعمل تيتش بيدرس، وده بيكون في اليونيفرستي. طب الليكتشرر المحاضر، بيعمل ليكتشر بيحاضر، وده بيكون في اليونيفرستي. يبقى انا عندي كلمتين، كلمه اسمها سكول ده التيتشر، وكلمه اسمها يونيفرستي ده المحاضر نفسه. فطبعا هو كان بيحاضر في جامعه اوهايو، يبقى lectured. طبعا جاي من فعل lecture اللي هو يحاضر. Many people have grown not reading the books of عبد التواب يوسف. في طلبه كتير او ناس كتير كبرت وهي بتقرا الكتب بتاعت عبد التواب يوسف، ده كاتب مصري قديم. تكبر او تنشا او تنمو اسمها grow up. هنا growing up عشان هنا have بيجي بعد تصريف تالت. طيب he studied not at Kane University so he is able to design building. الشخص اللي بيكون قادر ان هو يصمم المباني، اللي هو مهندس المعماري. المهندس المعماري مهندس يعني انجينير. طب الهندسه انجينيرنج، جدع اهي، هي ستادد انجينيرنج. هي نقط فروم كايرو يونيفرستي ان 1950. هو اتخرج من جامعه القاهره سنه 1950. كلمه يتخرج، انا عارف ان يتخرج اسمها graduate هنا بس في الماضي، لان عندي تاريخ في الماضي، فgraduated from اتخرج من. He wanted to not money to send a sister to school. He wanted to earn money. مستر معلش دقيقة واحدة عليا كده. earn و gain و win التلاتة معناهم يفوز. أفرق بينهم إزاي؟ مبدئيا كلمة beat
ما لهاش علاقة بيهم. بيت يعني يهزم. عشان الإنسان يكسب شيء لازم يعمل بيت لكل الأوبوننتس بتوعه، يهزم كل الخصوم بتوعه أو الناس اللي بيقابلهم في المسابقة. طيب earn و gain، earn يكسب شيء مادي، gain يكسب شيء معنوي. ودي جت في امتحان ثالث ثانوي اللي كان من كام شهر، قال لهم نقط experience خبرة، وقال لهم earn ولا gain. فكر كده، الخبرة ده شيء يا مستر معنوي، اه يبقى gain experience. طب هنا money، الموني ده يا مستر ايه؟ الفلوس ده شيء مادي، يبقى earn money. طب وين وين يعني يفوز بكاس، ببطولة، بماتش، ايا كان؟ طيب فده سؤال مهم جدا لازم تكون عارفه. he didn't start، نقط لازم تبقى عارف ان فعل start بنجيب بعده verb اخره ing، he didn't start writing until he was 25، يعني ما كانش بدا الكتابه قبل ما يكون عنده 25 سنه. لو انت مش عارف ان start بيجي بعده verb اخره ing عادي ما فيش مشكله، لان احنا ان شاء الله في يونت 5 هناخد الافعال اللي بيجي بعدها ing والافعال اللي بيجي بعدها to والمصدر. نيجي بعد كده the authors، الكتاب writes نقط to express his ideas. لو فكرت شوية السؤال ده هيبقى معقد بالنسبة لك شوية، لأن كلمة novels يعني روايات، كلمة poems يعني قصائد، كلمة plays مسرحيات، كلمة stories يعني قصص، بس كل واحدة فيهم ليها اسم معين شخص بيكتبها. يعني novel بيكتبها شخص اسمه novelist الروائي، ما ينفعش. poems بيكتبها شخص اسمه poet الشاعر، ما تنفعش. بلايز بيكتبها شخص اسمه بلاي رايت، ما ينفعش. يبقى ستوريز يا مستر هي الصح، اللي بيكتب القصة هو الأوثر، المؤلف أو الكاتب. كان عايز يعمل إكسبريس للأيديا، يوضح الأفكار بتاعته فكتب قصص. The stories were very not and made him famous. القصص كانت حاجة معينة وخلته مشهور، يبقى أكيد القصة كانت ناجحة. ناجحة يعني successful. لأن طب ليه مش success؟ success ده النجاح نفسه. القصص كانت نجاح، لا القصص كانت ناجحة. adjective. He won many نقط as a writer which has made him famous. هو كسب ايه ككاتب فده خلاه مشهور، هو كسب اكيد جوائز. الكاتب يا شباب لما يكسب جائزة اكيد الجائزة دي هتبقى رسمية. جدع، برافو عليك، انت عارف ان كلمة award يعني جائزة رسمية، انما reward يعني مكافأة او حاجة غير رسمية، فهو كسب جوائز رسمية award. لما كنا نقول ان احمد زويل اكيد كسب جوائز، صح؟ الجوائز اللي كسبها احمد زويل رسميه ولا غير رسميه؟ طبعا رسميه، يبقى award. نيجي بعد كده since he became famous، بما انه اصبح مشهور. his book have been نقط into many languages، الكتب بتاعته اترجمت للغات كتيره، اترجمت translated، كان فعل translate. حد اخد باله have بين تصريف تالت؟ دي جملة باسف لان الكتب مش بتترجم نفسها، الكتب بتترجم. وحد اخد باله ان سنس بعدها ماضي بسيط والناحية التانية مضارع تام. The نقط of Egyptians support the economic reform they are 75%. 75% من المصريين بيدعموا الاقتصاد او التنمية بتاعت الاقتصاد او الاستصلاح بتاع الاقتصاد. يبقى الاغلبية بتدعم الشيء ده. اغلبية جدع، هي جاية من كلمة major. major يعني رئيسي او اساسي، majority اللي هي الاغلبية. طب ايه minority؟ دي الاقلية. بما انهم 75 يبقى الاغلبية بتدعم. The company hopes that its نقط أو its نقط will sell very well in the new year and achieves great profits. الشركة بتأمل إن إيه بتاعتها تتباع كويس وتحقق نجاح كبير ومكسب كبير. المنتجات يعني كلمة منتج products. products يعني منتجات، جاي من كلمة production الإنتاج، وجاي من كلمة produce ينتج. طب predictive، predictive يعني شخص منتج، دي adjective صفة. ايمن كان not apply for the job، ايمن ما قدرش يقدم على وظيفه في البنك لانه مش ايه للوظيفه دي، مش مؤهل. مؤهل qualified، جاي من كلمه qualify. يعني ايه qualify؟ يؤهل او يؤهل. كلمه qualified مؤهل، هو مش مؤهل للوظيفه. I wish my brother would not and get a house of his own، بتمنى ان اخويا ايه ويجيب بقى بيت لنفسه ويسيبنا في حالنا بدل ما هو قرفنا ودايما قاعد بيطلب شاي وبيطلب قهوه وما بيعملش حاجه في البيت. فهو عايزه يجيب بيت لنفسه، يعني عايز يقول لك انا بتمنى ان اخويا يكبر خلاص بقى، يعني يبقى كبير، شخص خلاص بالغ وكبير، ويجيب بيت لنفسه عشان يسيبنا في حالنا. فيكبر دي اسمها ايه يا شباب؟ grow up. grow up يعني يكبر، اكيد مش teach يدرس ولا educate يعلم. is the official language of people who live in Iran. قلت لك الناس اللي عايشه في ايران بيتكلم اللغه الفارسيه، اللغه الفارسيه اللي هي Persian. طيب
our local council المجلس المحلي بتاعنا نقط the streets عمل حاجة في الشوارع بتاعة المدينة بتاعتنا بعد الناس المشهورين زي السادات. فاكر لما قلت لك ان الدكتور اللي في الجامعة الطلبة كانت بتحبه جدا جدا وكان بالنسبة لهم شخص مؤثر، فالجامعة تقديرا لي سمت الشارع باسمه. قلت لك تعبير ده اسمه اسمه ايه؟ اسمه named after. هو مديك after كتر خيره، يبقى انت محتاج كلمة named اهي. The sun not early in Egypt nearly at 5 o'clock. الشمس بتشرق الساعة 5، تشرق يعني rises. خد بالك الماضي بتاع rise، rise يعني يشرق او تشرق، بتيجي مع الشمس طبعا. ماشي كده نشطب دي. rise تشرق، الماضي بتاعها rose شرقت. مستر معلش هو مش روز دي اللي هي وردة؟ على حسب سياق الكلام ممكن روز يكون معناها وردة، ممكن يكون معناها تشرق. مهم قوي بقى 20 ده عشان في واحد شوه كمان شوية. A great number of students not absent yesterday because of rain. كانوا غايبين امبارح بسبب الايه يا مستر؟ بسبب المطرة. مبدئيا طالما الكلام في الماضي يبقى انا محتاج وير او هاز او ووز. معلش هاز دي مضارع، هاف مضارع. طيب مستر بقى ووز وير اتصرف ازاي؟ في طلبة تقول لي مستر students جامعة، يبقى استخدم جمع. مش الفكرة في students، الفكرة في تعبير a number of. قلت لك a number of بيجي بعده جمع، the number of بيجي بعده مفرد. a number of يا مستر يبقى a number of بيجي بعده جمع يبقى where. انها بص كده اللي بعده على طول the number of. the number of تعبير ده يا مستر، ده بقى بيجي بعده مفرد ولا جمع؟ لا بيجي بعده مفرد. انا برضو عندي yesterday يبقى الكلام في الماضي، نشطب على has و have هيتبقى لي مستر was و where، بيجي معاها مفرد يبقى was. ولكن الطلاب برضو كانوا غايبين. my english not at university inspired me، الهمني في الراجل معين في الجامعة الهمني ان انا اكون زيه مدرس english او اكون مدرس انجلش. مين يا شباب يقول لي في الجامعه هيبقى اللي بيلهمني المدرس؟ لا، اللي هيكون بيلهمني المحاضر lecturer، جاي من كلمه lecture. فريال اشرف is a great not model for young female، بيقول لك ان فريال اشرف دي قدوه بالنسبه للستات او للناس البنات اللي بيحبوا يمارسوا الرياضه وحاجات زي كده، يبقى role model. هو مديك model، انت محتاج تجيب كلمه role دي. خد بالك role دي يعني لف، ورول يعني قاعده، ملاش علاقة. It is a not to think that all footballers are tall and strong. Some of them are quite small. بيقول لك حاجة ان كل لاعبين كرة القدم طوال واقوياء، في منهم بيكونوا صغيرين الى حد ما. يبقى ده صورة نمطية الناس بتاخدها، انت لعيب كرة يبقى انت لازم تبقى قوي جسمانيا مش عارف ايه. فكلمة قوي جسمانيا زي ما قلنا طول او سترونج او الكلام ده كله، بس كلمة بقى الصورة النمطية يعني ايه صورة نمطية؟ ستيريوتايب. طب ليه مش شيء تراديشنال تقليدي؟ لان بص هنا ايه دي؟ صح؟ يا مستر دي بتيجي مع الاسماء والاسماء هي ستيريوتايب. طب ما يا مستر ممكن برضه اقول اتراديشنال حاجة. انت بص قلت اتراديشنال حاجة، يعني لازم بعد تراديشنال يجي عندك هنا اسم. هل هنا في اسم بتوصفه ان هو تراديشنال؟ لا، ده هنا في حرف جر عادي. لو كان عندي نقط واسم هنا ممكن احط تراديشنال ويبقى تراديشنال بتوصف الحاجه دي. انما هنا يا مستر انا ما عنديش صفه او ما عنديش اسم اوصفه، فانا هستخدم الاسم نفسه اللي هو ستيريوتايب. احمد زويل اهو بص ووز اووردد، كسب جائزه نوبل. طبعا جائزه نوبل يا مستر دي جائزه رسميه، يبقى اوورد مش ريورد. طارق studied very hard for many years and he was not as a doctor. بص as a doctor درس كتير قوي بقى مؤهل ان هو يكون دكتور. qualified as، qualified قلت لك بيجي معاها as. احمد زويل made great نقط to science in the field of chemistry في مجال الكيمياء. عمل ايه يا مستر؟ عمل مساهمات او مشاركات. الكلمه دي في غايه الاهميه، كلمه محوريه في المواد بتاعتك اسمها contributions. وقلت لك وخليتك تكتب بخط ايدك ان كلمة contributions بيجي معاها make contribution، يعمل انجاز او مساهمة. بص هنا جاب لك made الماضي بتاعها مش اكتر، لان احمد زويل درسنا ان هو شخص ميت، والشخص الميت يبقى بنستخدم معه ماضي بسيط. البرت اينشتاين is perhaps the most famous physicist، هو اشهر عالم فيزياء. فيزياء in physics، وphysics يعني اللي هو ايه؟ عالم الفيزياء اخرها IST. قلت لك زي بيولوجي عالم بيولوجي الاحياء، بيولوجيست عالم الاحياء، كيمستري الكيمياء، كيمست عالم الكيمياء فاخرها IST.
جوب كان او جوبس كان جيف رايترز الوظائف ممكن تدي الكاتب حاجه يستخدمها في كتاباته، تدي له تجارب حياتيه يستخدمها في الكتابه. كلمه تجارب حياتيه يعني اكسبيرينسز. اذا مستر انت قبل السنه ما تبدا قلت لنا ان كلمه اكسبيرينس دي كلمه لا تعد، قلت لك ان هي كلمه لا تعد بمعنى خبره، انما هنا يا مستر معنى تجارب ايه حياتيه؟ هو الكاتب بيكتب تجارب وحاجات مر بيها، فيبقى مستر الشغل او الوظائف هيديله التجارب اللي يكتب عنها، يبقى هيديله اكسبيرينسز. ايه ده مستر؟ يعني كلمه اكسبيرينس لو هي خبره كلمه لا تعد، ولو هي معنى تجربه حياتيه ينفع تعد؟ اه. لو كلمه اكسبيرينسز عندك في الامتحان زي كده اعرف ان معناها تجارب حياتيه مش خبره. نيجي بعد كده my cousin is not and cannot walk very well. هو مش قادر يمشي كويس، يبقى هو شخص disabled ذو احتياجات خاصة وعنده disability إعاقة. الأهرام weekly a lot of articles about science every week. جريدة الأهرام بتنشر بشكل أسبوعي مقالات عن العلوم، يبقى بتنشر publishers، جاي من كلمة publish ينشر. There have been significant computer not during the last decade. decade اللي هو العقد أو العقد من السنين، وبيكون 10 سنين 10 years. decade يعني عقد من السنين 10 سنين. حلو. century اللي هو القرن اللي هو بيكون 100 سنه. بيقول لك كان في ايه في الكمبيوتر خلال العقد الاخير؟ كان في تطورات تكنولوجيه في الكمبيوتر. تطورات يعني developments، اهي جايه من فعل develop. patience الصبر، جاي من كلمه patient صبور. بيقول لك ان الصبر من اهم الصفات عند المدرس. صفات يعني qualities، صفة يعني quality، qualities اللي هي الصفات. قلت لك ان هو في الامتحان هيتعمد يجيب لك كلمة quality، لان انت عارفها بمعنى ايه؟ عارفها بمعنى جودة، لما نقول مثلا low quality high quality حاجات زي كده. بس هنا كلمة quality بمعنى ايه يا مستر؟ لا مش بمعنى جودة، بمعنى صفة. يقول لك ان الصبر من اهم صفات المدرس. يعني انا مثلا بيجي لي شوية اسئلة على الواتساب او على في الحصة نفسها، تخيل الواحد لو بني ادم طبيعي لا هو مش هيستحمل كل الكلام، مش هيستحمل كمية الذكاء المبهرة دي. فسبحان الله ربنا بيدي المدرسين بقى البيشنت او البيشنس الصبر نفسه عشان يخليهم قادرين يتعاملوا مع الاشكال اللي بيشوفوها كل يوم. حبايبي والله العظيم. طيب I missed the plane and the next not flight doesn't leave until tomorrow. انا يعني زي ما بنقول كده ايه، فوت الطياره بتاعتي والرحله الجايه مش هتكون متاحه حتى بكره. متاحه يعني available. the next available flight الرحله القادمه المتاحه هتبقى بكره ان شاء الله. that play is very popular المسرحيه دي مشهوره قوي، فيفضل انك تعمل تشيك تتاكد او تفحص الايه بتاعت التيكتس. انا دلوقتي شاب عندي مسرحيه مشهوره جدا الناس كلها بتحب تروحها، فطبيعي التذاكر بتاعتها بتخلص، فلازم قبل ما اروحها اتاكد من توافر التذاكر. كلمه متوفر available، بس التوافر availability noun. ذا دي اداه تعريف بيجي بعدها noun. الناون بتاعي هو availability، انما available يعني متاح، وانافيلبل يعني غير متاح، دي كلها صفات. adjective. I wanted to complain to the manager، كنت عايز اشتكي للمدير بتاع الشوب المحل. but he was not، بس هو ما كانش ايه؟ ما كانش متاح. انا كنت عايز اشتكيه بس هو ما كانش ايه؟ هل ما كانش مريح؟ ايه علاقه يعني ايه المدير مش هيكون مريح؟ هل ما كانش غير مريح؟ ما فيش حاجه اسمها كده. هو يا اما كان متاح يا اما كان غير متاح، بس هنا قال لك but، لكن انا كنت عايز اشتكيه لكنه ما كانش متاح. unavailable. but he was unavailable، هو كان غير متاح. your grades are not غاده، قلت لك في اول الحصه اللي في المنهج بتاعنا لما يجيب لك كومه واسم بني ادم يبقى ده هنا مخاطب. فهو بيكلم واحده اسمها غاده بيقول لها your grades درجاتك مذهله او مبهره او رائعه. قلت لك ان في كلمه اسمها impressive بتساوي كلمه amazing. your grades are impressive، مذهله. the manager thought my CV was very not so I was appointed as a sales rep. بيقول لك ان المدير اعتقد ان السي في بتاعي حاجه معينه، فتحدد لي ميعاد عشان اكون ايه يا شباب في السيلز والمبيعات وحاجات زي كده. فالمدير شاف ان السي في بتاعي اكيد امبرسيف مذهل، هو ينفع يحدد لي ميعاد؟ لو هو السي في بتاعي اي كلام لا طبعا، لو هو مذهل هيحدد لي ميعاد. There are a lot of different not schools that graduate a lot of skilled people for working in factories. بيقول لك في مدارس معينه بتخرج لنا ناس skilled
عندهم مهارة عشان يشتغلوا في المصانع. دي المدارس الفنية صح؟ كلمة فنية يعني تكنيكال، اهي جاية من كلمة تكنيك اللي هو الايه، التقنية نفسها. is the qualification given to someone who has successfully finished a university course. مين يا شباب يقول لي لما انا اخلص الجامعة بتاعتي ان شاء الله، ان شاء الله تخشوا الجامعة السنة الجاية وتخلصوها كمان على خير ان شاء الله، هتاخد وقتها حاجة اسمها تاخد درجة علمية او درجة جامعية. الدرجة الجامعية قلت لك هي زي درجة حرارة بالظبط. درجة حرارة اسمها ديجري، يبقى درجة العلمية اسمها ديجري. بيقول لك هي ورقة او شهادة بتاخدها عشان تبقى انت اكيد خلصت كده الايه الجامعة، يبقى ديجري. فين الديجري؟ اهي. As well as writing books، هو يعني بالإضافة إلى كتابة الكتب. On نقط and culture she wrote poems، هي كانت بتكتب قصائد، هي كانت بتكتب عن الثقافة والمجتمع أو الحضارة والمجتمع، ف society. On society and culture. نيجي بعد كده سؤال 40. To نقط four is to clearly explain why you think something is true or should be done. انك تقول ان الحاجة دي بتقعد تعملها اكسبلين، تشرحها وتقول ان الحاجة دي فعلا هي صح او لازم انها تتعمل. لما شاب انسان يبقى شايف ان الحاجة لازم تتعمل، وشخص تاني غيره شايف انها مش حاجة ينفع تتعمل او كده. الناس دول الاتنين صعب بيعملوا حاجة اسمها جدال، كل واحد بيجادل لانه شايف وجهة نظره صح. فكلمة يجادل يعني argue، argue يعني يجادل. Some students need more نقط than others at school. في بعض الطلاب محتاجين ايه اكتر من الطلاب التانيين، محتاجين encouragement، تشجيع. دايما يا شباب في طلبة ما بتجيش غير بالتشجيع. يعني لو انت قعدت تحبطها وتقول لها انت وحش، انت مش كويس، انت مش عارف ايه، الطلبة بتجيش بالنوعية دي، بتحبط اكتر. في نوعية من الطلبة لا، لو انت قلت لهم ان انتوا كويسين وبرافو عليك وشطار بيريحوا. فنوعية الطلبة دي يفضل لا، ان انت دايما تكون محسسهم انهم مقصرين، عشان طول ما هم حاسين انهم مقصرين لا هم بيدوسوا على نفسهم اكتر. بس هو الطبيعي الانسان بيحتاج انكارجمنت، تشجيع عشان يكمل. زي ما انا مثلا محتاج منك تشجيع على الفيديو ده عشان اكمل، ما لو تشجعنيش مش هكمل. طيب فاديني لايك جميل كده الشغل بتاع اليوتيوبر ده عشان ما اعرفوش. طيب this book has some useful نقط on how best to revise. revise يعني راجع. بيقولك ان الكتاب ده فيه حاجة معينة عشان ازاي تراجع باحسن شكل، فيه نصايح. نصايح يعني ادفايس. بصيت ما لقيتش ادفايس، يا نهار ابيض خلاص كده مستقبلي ضاع. ما في كلمة بتساوي ادفايس اللي هي اسمها ايه، برافو، اسمها تيبس. ايه ده، هو مش تيبس بقى شيش؟ على حسب الكونتكست او سياق الكلام. ممكن يكون تيبس معناها بقى شيش، ممكن يكون تيبس معناها نصايح. نيجي بعد كده. Because of her parents' death، بسبب موت والديها، she left school with no نقط. هي مشيت من المدرسة وما كانش معها أي مؤهلات. qualifications جاي من كلمة qualify. مشيت من المدرسة وما كانش معها أي مؤهلات. مؤهلات qualifications. Our great army، الجيش بتاعنا بيحمي البوردرز. قلتها لك في الحصة، قلت لك إن البوردرز اللي هي الحدود، فالجيش بيعمل لها حماية. الأرمي بيعمل لها حماية. طبعا في منكم ناس كتير تبقى عارفه ان كلمه ارمي معناها جيش من البي تي اس والشغل بتاع الكوريين والشغل الضيق ده. المهم يعني لو انت عارفها ان هي معناها جيش كتر خيرك، يعني يبقى يسلم الكوريين لو معرفينك ان كلمه ارمي يعني جيش. طيب my friends work for رساله، صديقي او اصدقائي بيشتغلوا لجمعيه رساله او بيعملوا مع جمعيه رساله اللي هي شاريتي اللي هي منظمه خيريه. ويا شباب الانسان اللي بيشتغل في الجمعيات الخيريه بيكون فولنتير، متطوع. اخذناه في يونت 1 لان متطوع يعني شخص مش بياخد، هو بيقول لك ما بياخدش فلوس، فالانسان بيبقى عايز يتضم معاهم عشان نوع من انواع الخدمه المجتمعيه. موسى لاحظ ان نقط بلاير ان ليفربول هي جيتس اوت اوف ماني، بيحسدوا الراجل بيقول لك ان هو بياخد فلوس كتير. يبقى هو شخص متطوع؟ لا طبعا. هل هو شخص هاوي؟ لا طبعا، مش اميتشر، هو شخص بروفيشنال محترف. الناس المحترفه هي اللي بتاخد فلوس على الحاجه اللي بتعملها دايما، ده بنقول عليه بروفيشنال محترف. نيجي بعد كده. I would like to thank our volunteers، احب اشكر المتطوعين بتوعنا. Who have all made نقط in helping to make the park look so beautiful. خلوا البارك او الحديقة شكلها beautiful، جميل. فهم كده عملوا مساهمات او مشاركات انا عايز اشكرهم عليها. كلمة مساهمة او مشاركة انا قلت لك ان هي بتساوي كلمة share، فكلمة اللي بتساوي share يعني contribute. كلمة contribute جاية من كلمة contribution. طيب the FIFA World Cup is an international، كأس العالم هو حاجة للكورة
بتعقد is held. قلت لك ان كلمة held ده الماضي بتاع hold. hold يعني يعقد او يمسك على حسب سياق الكلام. held الماضي بتاعها بيعقد كل 4 سنين. طبعا هو بطولة دولية فهو international tournament. ايه ده مش كاب ليه؟ التاني اسمها كاب يا ولا كاس باليو. The Australian Tennis Lord Lavour معرفش بصراحة هو مين يعني ما عنديش بس هو مهم ان هو بتاع تنس يعني حلو. وانا قلت لك ان بتاع التنس ده بيكسب بطولة كده معينة برافو عليك اسمها جراند سلام اهي قلت لك هيجيبها لك في الأسئلة خليك عارفها. البطولة الخاصة بتاعت التنس اسمها جراند سلام مشهورة جدا جدا. طب هو ليه يا مستر جايبها لي يعني؟ لان انت الرحله بتاعتك قلت لك بتتكلم على شخصيه اسمها ميار شريف دي كانت من البني ادمين المصريين او من الناس المصريين اللي كسبوا في التنس فهو بيتكلم عنهم وعن البطولات بتاعتهم وحاجات زي كده. ذا جريت بوكسر تايسون. تايسون البوكسر او الملاكم العظيم بيت هزم اهي قلت لك عليها هيز اوبوننت هزم الخصم بتاعه في السكند ايه. مين يا شباب بيقول لي البوكس او البوكسنج الملاكمه بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن جولات. كلمه جولات يعني راوند لما كنت بقول لك يوصل للفاينل راوندز الجولات النهائيه فهو هزمه في الجوله الثانيه في السكند راوند. تنس باسكت بول فولي بول هاند بول كلهم بيتلعبوا على حاجه اسمها كورت ملعب. ما هي كورت برضه معناها محكمة صح على حسب سياق الكلام. المحكمة بيكون فيها جادج اللي هو القاضي. My older sister is very naughty. She explains carefully when I can't do my homework. الجملة دي جميلة ومؤثرة فيا شخصيا وغالبا اختي تبقى بتشوف الفيديو ده فهتفتكر الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. My older sister اختي الكبيرة كانت ايه؟ هي بتكسبلين بتشرح لي كل حاجة بحرص لما مش عارف اعمل الواجب بتاعي. مين يا شباب يقول لي الشخص اللي بيساعدك في كل حاجه خطوه خطوه مش بيزهق منك خالص يبقى الشخص ده بيشنت. يعني ايه بيشنت؟ صبور. انا بقى اختي للاسف كانت امبيشنت غير صبوره. كنت انا يعني ضعيف في الماث او الرياضه جدا جدا فكان دايما ببقى طول السنه ما بذاكرش خالص ماس واجي لها ليله الامتحان عايزها تبقى في ابتدائي مثلا اجي لها عايزها تخليني فجاه عارف انت يعني اجمد حد في الماس حلو. فكان بيبقى فقره بالنسبه للجيران اللي بيحصل يعني انا اعتقد الجيران كانوا بيجيبوا فشار ويقعدوا اه ده حسن اختها هتذاكر له ماس دلوقتي تعالى بقى ايه نقعد نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. فاختي كانت امبيشنت بس يلا يعني مش مشكله بنوجه لها التحيه من الفيديو بتاعنا. كلمة patient يعني صبور impatient يعني غير الصبور بنين في كلمة patient عن طريق مقطع M. طيب we saw some boys being very naughty outside the school they were throwing stones at a cat so we stopped them. بيقول لك ان كان في عيال بيرموا طوب على القطة يعني حيوانات فاحنا وقفناهم. العيال دول يا شباب بقى تفتكر هيكونوا ناس كويسة ولا ناس وحشة؟ اكيد هيكونوا ناس قاسيين ناس cruel قاسيين. شخص اللي يأذي حيوان في الشارع سواء قطة أو كلب يبقى ده شخص قاسي لأن القطة والكلب هو يعني مش هيعرف إن هو يدافع عن نفسه فأنت كده بتأذي حيوان بريء بترمي عليه طوب يبقى أنت شخص كرول. فاتقوا الله في الحيوانات عشان ربنا يغفر لكم جميعا. My brother is often not naughty. naughty يعني مشاغب. He always hides. هو دايما بيخبي الأشياء بتاعتي وبيخليني confused مرتبك مش عارف الحاجة بتاعتي راحت فين. يبقى أخويا شخص ايه يا مستر؟ careless. careless يعني ايه يا مستر؟ يعني شخص مش بيهتم بالحاجة او شخص مش حريص. ويفضل بيني وبينك يعني بدل كلمة careless نستخدم كلمة impolite. impolite يعني مش مؤدب. polite يعني مؤدب. impolite يعني مش مؤدب. منى is often not before lunch. منى بتكون حاجة قبل الغداء. اول ما بتاكل فجأة بتبقى كوايت هادية تاني ومبسوطة وزي الفل. في ناس انت اكيد تعرفهم اللي هو قبل الاكل تلاقيه انسان مختلف تماما يبدأ بيتكلم مع الناس بعصبية مش عارف ايه. اول ما ياكل لقمة كده ويظبط حاله ويشرب كوباية الشاي ويحبس بيها الدنيا بتبقى ايه فخفخينة خالص. ده بنقول عليه يا مستر ان هو كان قبل الاكل جرامبي. يعني ايه جرامبي؟ زيها زي كلمة كروس. مستر ما انا ما اعرفش يعني ايه كروس. ما هو من الاثنين بيساوي كلمة انجري. يعني ايه انجري؟ غاضب. وقلت لك في الحصة فتقول لا. طيب نيجي بعد كده لسؤال رقم 57. Hazen sisters are both very not they are always friendly and smiling. اخوات حسن الاثنين مالهم يا مستر؟ قال لك ان هم very good نقط والاثنين دايما ايه ناس كده ودود. يبقى هم very good natured.
قلت لك ان انا عندي 3 تعبيرات في غايه الاهميه، عندي عليهم 3 اسئله. عندي تعبير اسمه جود نيتشرد، يعني ناس فطرتها سليمه وناس كويسه، جود ناس كويسه جيده. وفي كلمه اسمها ويل بيهيفد، يعني محترم او مؤدب، بيتصرف بشكل ويل كويس. وفي عندي كلمه اسمها باد تمبرد، يعني بيسلك او بيتصرف بطريقه باد سيئه. فهو هنا بيقول لك جود، يبقى جود يا مستر اللي ناقصها كلمه نيتشرد، اهي نيتشرد اهي. طب بص هنا كده، Judy's children are very well not they never complain and don't make problems، مش بيعملوا مشاكل ومش بيشتكوا، فيبقى عيالها well behaved. قلت لك اهي well، هو مديك well كتر خيره، فانت عايز كلمه behaved. طيب فهنا مهمين قوي الاثنين دول، تبقى عارفه good natured well behaved يعني متربيين كويس، bad tempered يعني بيتصرف بسلوك سيء. عيد الام بيبقى يوم 16 مارس، لا يوم 21، يوم 21 مارس ايا كان، يعني اسمه وومنز داي، اهو ده وومنز داي. في اجابتين كده ينفعوا، دي برضه تنفع، هي بالظبط، دي غلطه يعني. يوم عيد الام هو ده، ماشي. طيب وومنز داي اللي هو عيد الام، ايه ده، هو هنا مش بيتكلم على وومن داي، لا معلش خلاص يبقى دي غلطه، فيعني ايه هنخليها 16 زي ما هي. 21 ده عيد الام، ده ماذر داي ملوش علاقه، ده عيد المراه، زي ما في كده عيد للرجل وعيد للمدرس والدنيا كل اي حد بقدرات اللي عيد. The Olympics is a great نقط that happens every 40 years، الاولمبيات هي حاجه بتحصل كل 4 سنين. فبرضه يا شباب دي ايه، ده حدث مميز اصلا، لما كنت بقول لك الفرق بين كلمه accident و incident و event، قلت لك ان accident حادثه زي عربيه او حاجه زي كده، incident احداث بتكون في موجوده في فيلم او في جريده، event بقى ليه معناها حدث مميز. يجي يقول لك في event هيحصل مش عارف سنه كام، في event هيحصل مش عارف في مدينه ايه، في event هيحصل مش عارف ايه. فالاولمبياد ده event، حدث مميز. اخر سؤال في الصفحه دي، the نقط chose these dates to hold the great event or events in Egypt، الايه اختاروا التواريخ دي بالظبط عشان يعقدوا الحدث المميز ده في مصر. مين اللي بيختار الكلام ده؟ المنظمين بتوع الحدث، صح، منظمين organizers، جاي من كلمة organization اللي هي منظمة، اكيد مش الطلاب ولا الشاعرين ولا الكتاب. نيجي بعد كده، people believe that things would be better if women not more important jobs in business or government، الناس بتعتقد ان الاشياء هتبقى احسن would be better لو الستات بقى ليهم دور اكتر في البيزنس والجوفرمنت وحاجات زي كده. فهنا بقى يا شباب، ده مش سؤال كلمات على قد ما هو سؤال قواعد بيختبر اولى وثانيه. ومن حسن الحظ برضو ان اصلا الدرس ده مش موجود عندنا في ثالثه ثانوي، هو من ضمن الدروس اللي اخدناها في اولى وثانيه، فانت طالع بيها تراكميه لثالثه ثانوي. بس انا طبعا كده كده بشرحه لك في الاخر، اللي هو قواعد اف سريعا كده. شباب هو هنا مديك مين اف؟ لازم ابص كده عشان انا كنت فاكر في اولى وثانيه ان اف بيجي معاها جملتين. هبص على الجمله الكامله، وود والفعل في المصدر، وود والفعل في المصدر دي الحاله الثانيه، السكند كونديشنال، الحاله الثالثه بتاعت اف بتكون وود اف ومعاها باست سمبل ماضي بسيط، والناحيه الثانيه وود والفعل في المصدر. فهو مديني وود والمصدر، يبقى انا محتاج ماضي بسيط. الماضي البسيط اكيد مش هاف، الماضي البسيط مش هاد هاد، لا هاد هاد ده ماضي تام، هاد ويل هاف، لا ويل هاف ده مستقبل، يبقى هاد. The level of education، مستوى التعليم in the not countries is very high، في الدول المتقدمة مستوى التعليم عالي، الدول المتقدمة developed. ركز عشان في حاجة شبهها كمان شوية، بص هي بعدها على طول، الناس في الدول الايه بيعانوا suffer from، بيعانوا من مشاكل كتيرة، الناس في الدول الديفلوبنج النامية. ايه ده، هو في فرق بين كلمة developed و developing؟ طبعا develop يعني يطور، ملهاش علاقة بينا، development التطوير ملهاش علاقة بينا. لو هوصف حاجة اقول عليها developed او developing، develop متطورة، developing نامية. فالدول النامية اللي هي دول العالم الثالث والحاجات دي كلها بنقول عليها ايه يا مستر؟ developing countries. The report not on this this graph، مش حاجه اسمها كده طبعا، مفيش on the this graph، is very true، بيقول لك ان التقرير المبني على الجراف ده حقيقي، التقرير المبني على based on يعني قائم على او مبني على. ما يجي يقول لك الفيلم ده based on true story، الفيلم ده مبني على قصه حقيقيه، فbased on يعني مبني على قصه حقيقيه او مبني على حاجه معينه. نقط of women of men and women doing housework in Europe is very low، نسبه
الستات والرجال اللي بيعملوا الشغل بتاع البيت في أوروبا قليلة. The percentage of men, percentage of percent يعني نسبة، لو عايز النسبة نفسها اللي هي ايه percentage، بنقول 50% مثلا. بصوا كده 50% دي 50%، بس النسبة بقى نفسها بتكلم عليها بشكل عام percentage، percentage of women كذا كذا كذا. طيب the first note of sporting competition is when the opening game or match is played، الجولة الأولى في أي بطولة أو في أي مسابقة لما الماتش الأول بيتلعب، الجولة الأولى the first round، جولة يعني round. A knockout is a competition where there are a number of people competing to win a cup or prize، بتبقى حاجة فيها ناس بتتنافس مع بعض عشان يكسبوا جايزة أو كاس أو أيا كان، ده اللي هي بطولة tournament، ده definition تعريف. في التنس بتلعب على الكورت، ملعب التنس، هما ناس بياخدوا بيد بيقبضوا عشان يلعبوا، ده الناس البروفيشنال المحترفه مش المرتزقه ولا حاجه. في ريال اشرف نقط هيستوري، قلت لك الله يرضى عليك كلمه هيستوري تاريخ بيجي معاها فعل ميك هيستوري، هنا عندي ميد اهو، هيستوري تاريخ بيجي معاها ميك، بيقول لك ان في ريال يوسف عملت التاريخ ميك هيستوري، احمد زويل ميد هيستوري عمل التاريخ. طيب دول بقى مهمين قوي، 73 74 75 يقول لك ان الصن الشمس شرقت امبارح الساعه 6، كلام في الماضي، يبقى انا عايز الماضي بتاع رايز، الماضي بتاع رايز روز، ادي روز اهو يا مستر. ضحكه الدكتور عايز يقول لك ان هي رفعت املنا ان بابايا هيبقى كويس، رفعت املنا او يرفع شيء في الماضي اروز دي يا مستر، رفعت املنا ان بابا يكون كويس. طب ليه اروز يا مستر؟ ان انا عندي وود، يبقى الكلام فين؟ في الماضي، او يعني وود هيبقى كويس ان شاء الله في المستقبل، بس انا بتكلم ان وود هنا التصريف بتاعها شكله في الماضي، فاروز بمعنى يرفع. بيقول لك هنا الملاكم عمل حاجه في الخصم بتاعه ورماه على الارض، الملاكم رفع ال الخصم بتاعه حرفيا، رفعه حرفيا ورماه. ان شخص يرفع شيء ويرميه اسمها raised، جاي من فعل raise يرفع. ايه ده يا مستر؟ طب ما انت قلت هنا فوق يرفع، يرفع شيء معنوي اسمه arose، انما يرفع شيء حرفيا raised، لما اجي اقول لك raise your hand ارفع ايدك، فترفع حاجه ماديه. طيب the president's achievements have not all the Egyptian will، انجازات الرئيس طبعا أثرت على المصريين بشكل بشكل جيد، أثرت. مستر أنا عارف إن في كلمة اسمها إفكت تأثير، أنا عايز أقول أثرت، ما تنفعش. طب مستر أثرت اللي ليه إفكت؟ لا هنا دي كده في المضارع ما تنفعش. طب ليه ما تنفعش؟ لأن أنا عارف إن هذا أو هاف بيجي بعدهم تصريف تاني تبقى إنفلونسد. ما أنت برضه عارف إن كلمة إنفلونس معناها يأثر، تسمع 24 ساعة الناس على الفيسبوك والإنستجرام يقول لك أنا إنفلونسر مؤثر، فإنفلونس يعني يأثر، إنفلونسد أثر في الماضي بقى. الطلبة قال لهم ايه بتاعت المراجعة قبل الامتحان، قال لهم على أهمية المراجعة importance of revising. أحمد زويل as a not person in the field of science، هو شخص مؤثر في مجال العلوم، influential person، شخص مؤثر، influential جاي من كلمة influence. He is expert on science، هو خبير في العلوم، ممكن أقول expert on و at و in، وفي بعض الاوقات بيعمل حاجه في الجامعه، بيحاضر في الجامعه ليكتشر، مش ما ينفعش تيتش ابدا، تيتش بتيجي في المدرسه. احتفظ بالدوكيومنتس، بالمجلدات دي او الملفات دي، لانها ايه؟ طالما هحتفظ بيها يبقى هي اكيد امبورتنت، مهمه. A spoiled child، قلت لك spoiled جاي من فعل spoil يعني بايظ او يبوظ، زي كلمه رون. الولد المدلل او البايظ ده بيتصرف بشكل سيء وبيزعجنا، لما اوصف الفعل بنستخدم حال، الحال بيكون اخره ال واي يبقى badly. هو شخص سنسبل، واعي كده وحكيم، ونقدر نثق فيه، ده الشخص المسؤول responsible، وعكس كلمه responsible irresponsible. My friend is not quiet، لما نوصف صفة quiet يعني هادئ، لما نوصف صفة برضه بنستخدم قبلها حال، الحال بيكون اخره ال واي يبقى seriously. الصفة بتوصف اسم، ده قلناها في قبل السنة ما تبدأ، الصفة بتوصف اسم، الحال بقى بيوصف فعل وصفة وحال زيه، فهنا انا وصفت الفعل بتاع behave جبت الحال، هنا وصفت الصفة بتاعت quiet جبت برضه حال.
السياح قعدوا بجوار البول حمام السباحة وواجهوا الشمس عشان الإنسان ياخد تان فبيواجه الشمس. كلمة يواجه زيها زي كلمة وجه اللي هي فيزد. أنا هعمل حفلة كبيرة تكريما لبابايا أو على شرف بابايا أو تكريما لبابايا. كل الكلام ده اسمه إن هونر أو إن أونر. إن هز أونر على شرفه هو أو تكريما ليه، إن هير أونر تكريما ليها. فكلمة أونر وزي ما قلت لك أونر ممكن تيجي كده باليو والأو، ممكن تيجي بالأو بس. المدرس الجيد لازم يكون إيه؟ لازم يكون صبور patient. What are the necessary نقط of a good teacher؟ ايه هي الصفات المهمة necessary الضرورية بتاعة المدرس الجيد؟ ايه هي الصفات qualities؟ قلت لك ان كلمة qualities يعني صفات. نيجي بعد كده a good teacher should not his students، المدرس الكويس لازم يلهم طلابه، inspire مهمة جدا جدا جدا. We are not a project، كلمة project مشروع بيجي معها فعل do، do a project هنا doing اخرها ing. بابايا بيشجعني دايما ان انا اعمل ايه في الconversations في النقاشات، ان انا اشارك في النقاشات. طبعا عارف باباك برضه يعمل نفس الحاجة، او ما تتكلم يروح قايل لك اقعد ساكت انت عيل عبيط صغير ما تفهمش حاجة. بس هنا الراجل ده بابا بيشجعه انه ايه ياخد دور في النقاشات ويقول رأيه مش عارف ايه، فيعني ياخد مكان او يشارك او حاجة زي كده اسمها take part. ايه ده يعني مش take place؟ لا take place معناها يحدث، اكيد مش بيحدث في النقاش، لا بياخد جزء في النقاش او الدور في النقاش تيك بارت، يشارك في النقاش يعني. لازم نعمل خطه مراجعه، خطه يعني بلان. دايما انت تلاقي نفسك ايه قبل الامتحانات جبت ورق كده قعدت تخطط فيه خطه المراجعه، ما تعملش اي حاجه خالص بس انت بتعمل خطه وان شاء الله في المستقبل ايه تبقى تحققها. There was a نقط at university about، كان في محاضره في الجامعه بشأن التكنولوجي. المسرحيات بتاعت شكسبير are نقط، many writers have used his stories، كتاب كتير استخدموا القصص بتاعته، يبقى الروايات بتاعته مؤثره influential. are influential بيوصف الروايات او المسرحيات بتاعته ان هي مؤثره influential. ذا نقط اتندد صامت، بيقول لك هو حضر قمه او اجتماع يعني مع ايه، مع رؤساء الدول. اللي بيحضر الاجتماع ده او القمه ده بيكون الرئيس بتاعنا البريزيدنت. اهي المدرس الاول سكت الطلاب قبل ما يبدا، قبل ما الفيزيتور، قبل ما الايه من الزاير يجي او تيجي تدينا الايه النقاش بتاعها او الكلام بتاعها السبيتش الخطبه بتاعتها. فيسكت جاي من فعل يسكت او صامت سايلنسد. اهي عارف انت لما تبقى في المدرسه بيبقى مثلا جاي لكم موجه ولا موجهه ولا مش عارف ايه، فتلاقي ايه المدرس سكت كل الطلبه الاول قبل ما تيجي بحيث ايه يفهم او تفهمه او هي تفهم يعني او هو يفهم ايا كان بقى هو راجل ولا ست اللي جاي ده ان هو مسيطر على الفصل وحاجات زي كده. They let children do whatever they want، هم خلوا الاولاد يعملوا هم عايزينه. يبقى تفتكر الاطفال هيتصرفوا زي وقتها؟ قال لك سو لذلك الاطفال لما قالوا لهم اعملوا كل اللي انت عايزينه فهم اتصرفوا بشكل سيء، behave badly. behave يعني يتصرف، badly يعني بسوء. طبعا في تعبير اسمه behave، دايما تلاقي المامز اللي من ايجيبت بيقولوا عليهم behave احمد، بيهيف اللي هو ايه تصرف بادب او خليك محترم يعني. طيب نيجي بعد كده، الوزير اخذ كل المسؤوليه بسبب الديزاستر الكارثه اللي حصلت، يبقى اخذ كل المسؤوليه responsibility full responsibility. هو كان responsible مسؤول واخذ كل المسؤوليه. قلت لك ان كلمه responsibility بتاخد take او bear، bear يعني يتحمل، مهم جدا جدا جدا. الكلب بتاع جانيت كان سيك مريض فاخدته الفيت الطبيب البيطري، فيت يعني طبيب بيطري خد بالك. البيشنت صبر اهو، دي القرار التاني واحد من اهم الصفات بتاعت المدرسين كواليتي. هي اتشيفد ا لوت، هو حقق كتير في المجال بتاعه. فالرئيس عمل له ايه؟ اكيد الرئيس كرمه، كرمه يعني اونرد، جاي من كلمه اونر فخر او تكريم. ماني بيبل ثينك ذات تيتشنج is difficult، في ناس كتير شايفه ان التدريس ده مهنه صعبه وهي فعلا صعبه مفيش مشكله، بس هي في نفس الوقت worth while job، وظيفه تستاهل. worth while يعني وظيفه تستاهل. ما انا يا شباب اكيد مفيش انسان في الدنيا بيشتغل شغلانه الا عشان الشغلانه تكون تستاهل، الشغلانه دي rewarding مجزيه او worth while تستاهل. يعني اكيد انا مش بصور لك دلوقتي وتعبان وطلعان عيني كل الكلام ده من حبي فيك، انا اكيد عشان من ورا التصوير ده او من ورا الشغل بتاعي اكيد الموضوع بالنسبه لي يستاهل وعايد عليا بنفع. طبعا انت حبيبي كل حاجه بس انا بكلمك بمنتهى الصراحه يعني. فطبيعي اي انسان في الدنيا بيصيح بسبب الشغل بتاعه
اعرف ان هو ايه بيصيح وخلاص. طالما انت بتصيح في الشغل بتاعك سيبه، انما لو انت بتصيح وخلاص كده ومكمل في الشغل بتاعك يبقى انت ايه، شخص صيحه وخلاص يعني. فاه ماشي، هي ديفيكولت، هي شغلانه صعبه، بس برضه هي في نفس الوقت شغلانه مجزيه. واي شغل في الدنيا يا شباب طالما هو صعب بيكون مجزي على الاغلب. We need a lot of not to be good at chess. محتاجين ايه عشان نكون كويسين في الشطرنج؟ محتاجين يبقى عندنا ذكاء كتير، a lot of intelligence. طب ليه مش intelligent؟ لان intelligent معناها smart، ذكي. محتاجين ذكي كتير؟ لا، محتاجين ذكاء. The tourists، السياح، went on a not tour، رحلة يعني في مصر، زاروا فيها كل السايتس، المناطق السياحية، وهم راحوا ايه يا مستر، culture tour، رحلة ثقافية وحاجات زي كده. The not is the official leader، هو الشخص المسؤول او القائد بتاع البلد، اللي ما فيهاش ملك او ملكة، ده بنسميه president، الرئيس. الجمهورية شاب بيكون فيها رئيس، والمملكة بيكون فيها ملكة. My history teacher not my decision to become a teacher to، مدرس التاريخ بتاعي اثر على القرار بتاعي ان انا ابقى مدرس زيه، اثر على القرار، influence my، او influence بقى طالما الكلام في الماضي، لا هنا become فاش مشكله، يبقى influence، لا اكيد influence. طب ليه مش influence؟ تعال اقول لك بقى ليه اعتبرناها في الماضي مع ان مفيش حاجه بتدل على الماضي. لان يا شباب هنا لو هقول history teacher، teacher يعني، وعايزه تكون في المضارع لازم يكون اسمها influences اخرها اس. طالما انا ما عنديش influences يبقى الجمله في الماضي يبقى influenced، اثر على القرار بتاعي. منى's uncle is an expert، عم منى خبير في الساينس وبيحاضر في الجامعه lectures، بيحاضر دي مش معناها محاضر، الاثنين محاضر ويحاضر. The football team are playing with a lot of نقط، I think they are going to win، بيلعبوا بايه كبير جدا فهم هيكسبوا، بيلعبوا بثقه كتيره، a lot of confidence. اي بالمناسبه شباب كلمه confidence يجي معاها earn ولا gain؟ confidence يعني ثقة، earn يكسب و gain يكسب، earn يكسب شيء مادي، gain يكسب شيء معنوي، يبقى gain confidence يكسب الثقة شيء معنوي. don't lose these forms، ما تضيعش المستندات دي لأنها برضو important مهمة. what is the difference in meaning، إيه الفرق بين كلمة wear دي و wear يرتدي؟ فإيه الفرق؟ difference، difference يعني اختلاف، different يعني مختلف. We not to visit Rome before holiday، احنا بنخطط ان احنا نزور روم، وبلان، بلان هي خطة برضو من ضمن الافعال والاسماء اللي بتكون شكل بعض، خطة ويخطط. اخر سؤال، teachers often not their students to work hard، المدرسين بيعملوا ايه في طلابهم عشان يشتغلوا؟ بيشجعوا طلابهم، بينكارج. دايما تلاقيني كاتب لك كلام تحفيزي قبل الملزمه بتاعتنا، قبل الكتاب بتاعنا، دايما تلاقيني بحاول اشجعك بطريقه او باخرى على الواتساب او حاجات زي كده. فدايما المدرسين بيحاولوا يشجعوا طلابهم. ده الهوم ورك بتاعنا، كان عندنا 113 سؤال، خلصنا كل الاسئله، خلصنا كل الافكار، مطلوب منك بس ان انت تستعين بالله وتذاكر وتعمل اللي عليك، وكل حاجه مع الوقت هتكون احسن. لو الواجب بتاعك مثلا من 113 سؤال بتحل منهم مثلا يا سيدي 80 70 سؤال صح، ما عنديش مشكله، هتبسط بيك جدا. بتحل 60 هتبسط بيك، بتحل 50 هتبسط بيك، طول ما انت بتحاول بس هتلاقيني مبسوط بيك. طول ما انت بقى بتبطل محاوله، او اول ما بطل محاوله هتلاقيني انا وقتها لا انا متضايق منك. لكن طول ما انت بتحاول، سواء بقى بتحاول بشكل جامد جدا جدا اللي هو بتجيب درجات عاليه في الامتحانات وفي الواجب والكلام ده كله، او بتحاول ولسه النتيجه ما ظهرتش بتاعه مجهودك، ما خد بالك انت بتتعب وبتجتهد، ممكن نتيجتك تظهر في وقتها، يعني ممكن مجهودك ده يبان في وقتها وممكن مجهودك يبان بعدين. يعني انت اجتهدت الاسبوع ده كويس قوي بس جيت بصيت على درجه الامتحان لقيتها وحشه، عادي، اعرف ان النتيجه لسه مستنيه شويه. ربنا كده كده هيديك الاجتهاد بتاعك، هيديك نتيجة الاجتهاد بتاعك، بس لسه قدام شوية. فانت اسعى وحاول وكمل وما تيأس، ان شاء الله لسه السنة معانا حبة وقت فيها حلو، هتلاقي الكلمات بتتكرر كل شوية، اغلب الكلمات اللي بنتكلم عنها النهاردة هتلاقي جاية لك تاني في الواحدة التالتة والرابعة والخامسة، فخلاص انت عرفتها من اول مرة، ان شاء الله ما تحتاجهاش بعد كده في اي حاجة. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام عليكم.